البس دي ولا البس دي؟ حلوه الخضرة عليكي دي. هو انا بسالك انت؟ يعني انا مثلا نيلي مكاوي هاخد رايك انت في لبسي؟ مش انت اللي بتكلميني دلوقتي؟ انا بفكر بصوت عالي. هلبس دي. نيلي نيلي بقولك ايه؟ نيلي اوف على الفصلان. ايه ما جبتيش غيارات؟ ما جبتش السان سكرين بتاعي. طب انا معايا سكرين. انت عارفه اصلا انا بتكلم عن ايه؟ السكرين. السكرين ده اللي هو بيتحط في السكر مع الشاي ده اللي هو عشان تخليك سليم كده. اسكتي اسكتي خالص لو سمحتي، خليني ادور براحتي. طب ان شاء الله بس لو دعبستي كويس هتلاقي السكرين بتاعك. I hope so. نيلي هو انا لو طلبت منك طلب تقولي لا؟ اكيد لا. هو انا لسه قلت حاجه؟ انا عارفه انت عايزه ايه. طب عايزه ايه؟ عايزه تلبسي بيجاما من بتوعي. ايه ده بسم الله ما شاء الله، ده انت ذكيه ولماحه. انا مش لماحه، انا بعرف اقرا الناس. يعني انت قريتي ان انا ما ينفعش انام بالجينز؟ ايوه، ومش هديكي حاجه على فكره. وبعدين هو انت مش بتتريقي عليا وعلى شنطك كتير وحاجاتي كتير؟ زلت لسان. غلطت يا نيلي غلطت. وبعدين احنا بنات عم واول مره نتجمع في الغربه، اديني بيجامه. سوري مش هديكي بيجامه. ماشي ماشي انت حره. على العموم القماش ده اسمه فيزون، وفي من تحتيه بادي كارينا بيبقى مقمط على الجسم، الاتنين ما بيمصوش العرق. وانت حره بقى تستحملي ريحه حضنك بكره في العربيه وافضل قاعده جنبك. بس 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 بليز اتفضلي البسي دي. شكرا جدا. شكرا. بقولك ايه؟ نعم. لو فاكره ان عشان انا اديتلك بيجاما من عندي هديكي لبس تخرجي بيه بكره، انسي. انا ما طلبتش منك لبس عشان انا هغسل لبسي وانشره وبكره يبقى زي الفل. Whatever. على فكره لو ما لقيتش السان سكرين بتاعي انا مش هنزل قبل الساعه 4، انا كده وشي هيتحرق. على فكره انت مكسوف تقلع عشان ما عندكش شعر في صدرك. لا عندي شعر في صدري، عندي 8. اعدهم لك؟ لا وريهم لي. لا اوريهم لك دي لو نزلنا المايه سوا. طب اخرج وتقلع انت براحتك. هتخرج هتخرج وتسيبني معاه لوحدينا وانت مكسوف؟ مش مكسوف يا هاني، خلاص بقى. طب امسك ولع. ما بدخنش. امسك ولع. ما بدخنش يا ابني، احنا اولاد زي بعض. بص هو اولاد زي بعض، اول ما بتقولي اولاد زي بعض بتطلب مني حاجه عيب بعديها. عيب ايه؟ انا عايز ابسطك، عايزك تبقى قاعد مبسوط كده. انا مبسوط يا عم. طب مبسوط. امسك ما تطلعش عين امي بقى. ايه ده؟ لو راجل خدها منه، لو راجل خدها منه. كان اللي مديها له اصلا. مديها له ايه؟ هو قام خدها منك غصب عنك. صباح الفل يا عم الحاج. ايوه كارك بقى. شد شد. ايوه لا لا قول لي بقى يا عم سيف، انت ونيلي ايه النظام؟ نظام ازاي يعني؟ يعني شايف كده في ود واستلطاف ما بينكم، وبعدين انت سايب دنيتك وماشي وراها ليه؟ طب ما انت سايب دنيتك وماشي ورا شيرهان ليه؟ انت عبيط يا ابني ولا ايه؟ شيرهان دي خطيبتي، وبعدين احنا متفقين افضلها نفسي مقابل ان ناخد 10% من المصلحه. هتاخد من خطيبتك 10%؟ قليل صح؟ طب ايه اخد 30؟ انت متخلف؟ دي كده متاجرة بمشاعرها. اسم الله عليك، متاجرة والتجارة يعني، تجارة شطارة. انت بقى اتفقت مع نيلي على كام عشان ابقى فاهم انا اتضحك عليا ولا لا؟ انت عايز ناخد منها فلوس؟ انا راجل نبيل، راجل معطاء. يعني ايه معطاء؟ معطاء يعني مش في محتاج؟ في معطاء يعني المحتاج وفي معطاء، المعطاء يدي المحتاج. المعطاء ده ايه؟ عكس محتاج ولا ألعن ولا ايه؟ يا عم انا بساعدها من منطلق الأخوة والزمالة. أخوة وزمالة بس؟ يعني مفيش هق ومق وتربق؟ لا مفيش هق ومق، لكن يعني ايه تربق؟ مش فاهم. يعني مفيش ملغيه، تليفونات تشحن لها كارت ب 10 ترد عليك بكل تون؟ مفيش حب يعني؟ حب للاسف لا. عارف يعني؟ عارف نيلي دي انسانه جميله ورقيقه، وساعات بحس انها قريبه مني. يعني بحس انها انسانه رقيقه ومشاعرها كده بتهفف. انتوا تشوفوها متعجرفه متسلطه، لسانها طويل
لكن هي في الآخر في الآخر الآخر بيمرر؟ لا بيكحح. أنا إيه اللي جابني هنا؟ أنا ما بشربش سجاير. ما تخافش، ما دي مش سجاير. أمال إيه ده؟ هو أنت ما شربتش حشيش قبل كده؟ حشيش؟ شريهان، نعم، ممكن أسألك سؤال؟ ها؟ ليه يا حبيبتي أصحى من النوم ألاقي الفيو حبل غسيل؟ ما تنشري في الحمام. أولاً الحمام ضيق، يعني مش مكفي هدومي، أنشر فين أنا؟ على فكرة الحمام مش ضيق خالص، أنتي اللي هدومك كتير قوي، مش معقول بني آدمة تلبس كل اللايرز دي فوق بعض. أنتي هتحسديني ولا إيه عشان لبسي كتير؟ وبعدين يا أستاذة يا بتاعة الفاشون، مدام أمينة شلباية قالت إنك لما تلبسي طبقات كتير ده من ضمن الموضة، يا جهلة. I doubt إن الست قالت كده، أنتي اللي من جهلك فهمتي غلط. ما تحاسبي بقى يا حيوان، انت هتوسخيني بقى. بنت انتي اتمسي وقولي يا مسا البتاعة دي مبلولة، ممكن اكتم بيها نفسك زي الخلقة منى عادي ولا تفرقي معايا. خلاص انتهينا. استغفر الله، انا حتى مش عارفة الجرأة فين. شريهان، نعم، انتي هتنشريها هنا جنبك كده وانتي نايمة؟ انتي خايفة عليا يا نيلي لابرد؟ لا ما تخافيش، الشمس هتدخل الصبح وهتشفط كل الكمكمة دي. على فكرة انا اكيد مش خايفة عليكي، انا خايفة على البيجاما بتاعتي اللي انتي لابساها. استغفر الله العظيم يا رب، صبرني. نامي نامي. الحقني يا هاني، الحقني يا هاني. انا بموت بموت. ايه ده ايه ده؟ ايه ده، انت زي الفل والله، انت خدت نفسين بس. مش قادر اخد نفسي، بس انا اخد نفسي. ما هو انت عشان كاتم نفسك، شيل ايدك يا حبيبي. انت بتلعك وراك ليه؟ بتلعك ليه دلوقتي؟ بس يعني انت هو جاي من الشغل تعبان، بتضحك ايه؟ مش قادر اخد نفسي يا هاني. معلش انا اللي بيحصل لي يا هاني. انت اللي شربتني حشيش. لا مش انت، انت اللي شربتني حشيش. بتشربنا حشيش ليه؟ انا ام سوري، ام سوري، انا اسف، انا اسف. انت هتعمل لي كيوت، هتعمل لي كيوت دلوقتي بعد ما موتتني. اهدى اهدى، نفسي هاني. على فكرة انت عامل دماغ حلوة جدا، حاول تستغلها، الناس بتدفع دم قلبها عشان توصل للي انت فيه ده. دماغ حلوة ازاي؟ انا خلاص انا مش حاسس بنفسي، انا وشي منمل يا هاني، انا مش حاسس بوشي. انت شايف وشي يا هاني؟ موجود اهو. وشي منمل يا هاني؟ هو انت شربتوني ايه، مبيت حشري؟ لا لا لا، وشك منمل عشان انت سكر يا حبيبي. اهدى 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 اهدى، على فكرة كيف ده اصلا وهم؟ وهم ازاي يا جماعة؟ مش وهم ولا حاجة والله. وهم. انا مش قادر اتحرك، مش قادر اتحرك. ايه ده، ما بتتحركش؟ اتحركي بقولك، اتحركي اتحركي يا ايدي. وانت هتتفرجي عليها، هتتفرجي عليها، خليها تتحرك. معلش مش قادر. معلش اهدى اهدى. انت عارف انت عشان بس كاتم على نفسك، لكن انت لو قلعت هدومك انت زي الفل. هو انت عايز تقلعني وخلاص؟ انت بتشربني عشان تقلعني؟ مش هقلع، انا مش هقلع. اصحى لي وفوق من نومك، قالوا النهارده تولع نار. هنقول على غيط العنب على الرجاله وعلى ابطال. اضرب جامد ما تهزر، في المعركه بنخش نغنزر. ده اللي يفكر يعدينا رح نطلع انا متبزر. هنقول على غيط العنب، اسمع سافه واكتر واكتر. شبيك لبيك بتغني وخمسه علينا والله اكبر. اصحى وفوق بلدينا وعلى